أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون برامجها التعليمية لصيف 2024، والتي تتضمن ورش عمل ودورات تدريبية بمختلف مناطق الإمارة. تفاصيل البرامج الصيفية في التقرير التالي. ورش عمل ودورات تدريبية تهدف لإثراء التجربة الثقافية والفنية، تأتي جميعها ضمن البرامج الصيفية التي تنظمها مؤسسة الشارقة للفنون في ضوء التجارب الفنية التي تقدمها على مدار العام. ومن هذا المنطلق احتضن معهد الشارقة للفنون ورشة تفاعلية بعنوان كيفية دمج تقنيات الطباعة الخشبية اليابانية التقليدية مع ممارسات التصميم المعاصرة. حبيت أجرب إشي جديد وإشي مختلف. عم نعمل طباعة بالخشب، هي ثقافة يابانية، فصراحة كانت فرصة كتير حلوة إنه نشوف شو نوع الفن بالثقافات المختلفة وبنتعلم عنهم أكتر. اشتركت في هالورشة اليوم علشان أتعلم تقنية جديدة عن الطباعة، وعجبتني وايد، والأستاذ اللي شرح لنا التقنيات الجديدة واستفد منها. يعني ما كنت عارف ان الليزر مشين تقدر تساعدنا في الطباعة، فكانت هاي معلومة وايد جديدة وحلوة ان واحد يستكشفها زيادة. لا تنتهي محطة الفن هنا بمعهد الشارقة للفنون، بل هناك مكان آخر يضم ورش وأعمال فنية. ففي مبنى الطبق الطائري نظمت المؤسسة ورشة تصميم القصص المصورة باستخدام الحبر للناشئة والكبار، مقدمة لهم فرصة الاستمتاع بالفن المعاصر لتعزز مهارات واكتشاف مواهب المشتركين الفنية. هذه الورشة يتعرف فيها المشاركين على أعمال الفنان الراحل عمر خيري، فنان سوداني، فبيستلهمون وبيصيغون من الأعمال للفنان باستخدام الحبر على الورق. وطبعاً نحن عندنا في المؤسسة، تضم المؤسسة الكثير من الأعمال الفنية والورش الفنية، منها النحت والرسم والطباعة والتصوير والمشغولات اليدوية وغيرها الكثير. أنا اليوم إجيت لهون أتعلم رسم الحبر واستمتعت كثير، ورسمت شخص بشوط الطابع الهدف وبدخلها بالهدف، وعبارة عن صور، أكثر من صورة يعني متطابقة أو متسلسلة تطابق مع بعض. واليوم كتير انبسطت وبتمنى الكل يشارك. أول مرة أدي هون، كتير مستمتعة أدي بكرة. واليوم رسمت وجه ولونته وكان حلو، كتير عجبني الرسم. طبعا بنتي عندها موهبة وحبيت أتشارك في هاي الورشة لأنها بتساعدها على تنمية موهبتها والاختلاط يعني مع المشاركين الآخرين، وإن شاء الله يعني إنها تستفيد منها، ونتمنى مشاركتها في ورشات أخرى، لأنها بصراحة هي كانت متشجعة كثير وحبيت أكون داعم لإلها في هاي الورشة. مؤسسة الشارقة للفنون ومن خلال برامجها الصيفية التعليمية تسعى إلى دمج أفراد المجتمع في صناعة الفن، ولهذا تحرص أن تتنوع هذه البرامج المجانية بحيث تلائم الاهتمامات المختلفة للجمهور المحلي باختلاف قدراتهم وفئاتهم العمرية.